تبون تشوفونا ولا لا؟ I don't think so. تبون تشوفون ولا لا؟ What? جهزوا الكاميرات وجهزوا. لا نبي حماس كابتن. نبي حماس مع الحماس. اوكي نعد مع بعض انا وياك. هم يعدون معانا. تمسكها من هني وانا امسكها من هني. We're gonna count down on your count. Okay, are you ready? Five. كابتن شلون الانجليزي معاك اليوم؟ الانجليزي لك عليه بس الجملك ماشي. Alright. انا جهزت مسابقة للجمهور اللي معانا. جاهزين؟ بس قبل ما نكلمهم هم لازم اعرف رايك. اسالك كم من سؤال. I need to ask you as a legend in football a few questions. فأول سؤال, شنو شعورك وانت هالقرب من كأس العالم؟ How do you feel being this close to the most important and coveted trophy in world football? طبعا ما في شك, يعني اليوم باقي 5 أيام عن بداية بطولة كأس العالم. مثل ما شفتوا كشفنا عنه الكأس, الجمهور هذا اللي موجود اللي حاضر اليوم لمشاهدة هاي الكأس. طبعا شعوري أنا كلاعب سابق, يعني الواحد يتمنى أنه يرجع الزمن 30 سنة والله 20 سنة حتى 25 سنة بالتحديد, يعني حتى يكون متواجد في بطولة مثل هاي البطولة العالمية. اليوم يعني احنا كنا نشاهد الكاس من بعيد في البطولات السابقة قبل لا يوصل قطر, لكن اليوم يعني الكاس على أرض قطر وبيني وبين أخوي وبينكم انتم كجمهور حاضر اليوم في حديقه سباير, ونتمنى ان هذا الكاس نشوف مباريات قويه وتليق بهذا الكاس, واللي بيفوز فيه بنقول له مبروك. انزين انا بحاول اترجم والخص. So I asked him how does it feel. He said I wish time would go back around 15, 20, and then I said 25 years to be specific, because it was a long time ago. And he was saying back then he was watching it from a distance and he wishes he was much younger now that he could participate and be so close and compete for this coveted trophy. But it's now here in Qatar and we're all welcoming it. And whoever wins, we will say congratulations. My next question, كيف تشوف